مهتم بالمقاصد السياحيه او المباني او الفنادق، ولكن كاجراءات الاجراءات بتاعتها كلها تامه في الزمان وسلسه، ومش وانا عندي حصر يومي بكل الجهود اللي بتدخل ان لم يكن عشان القرار بتاعها عارف يوم بيوم، لا ده عارف مين اكتر مننا خلاها، مين اكتر مننا خلاها من الارض. كلام حضرتك كله سولفش، ارجو ان انت تقعد 10 دقايق مع اللي هو رضا او ما ينام عنه في القاع او مع المهندس محمد بشر في الوزاره، هيقول لك كل حاجه ثاني اللي انا قلتها لي هياكدها لك ثاني، لان الكلام اسئله حضرتك كلها بتقول ان حضرتك ما سمعتش عن مصر. في المقاصد السياحيه او المباني او الفنادق، ولكن كاجراءات الاجراءات بتاعتها كلها تامه في الزمان وسلسه، ومش وانا عندي حصر يومي بكل الجهود اللي بتدخل ان لم يكن عشان القرار بتاعها عارف يوم بيوم، لا ده عارف مين اكتر مننا خلاها، مين اكتر مننا خلاها من الارض. كلام حضرتك كله سولفش، ارجو ان انت تقعد 10 دقايق مع اللي هو رضا او ما ينام عنه في القاع او مع المهندس محمد بشر في الوزاره، هيقول لك كل حاجه ثاني اللي انا قلتها لي هياكدها لك ثاني، لان الكلام اسئله حضرتك كلها بتقول ان حضرتك ما سمعتش عن مصر. اخي انا اول واحد اخر حاجتين هقول، طبعا يعني انا بتمنى ان الرشود بتاعك تكون جذابه، لان احنا عايزين الناس تدرينا وعايزين الناس تقعد عندنا، وعايزين الناس برضه لما بتقعد من مراكز في اليونان وتدفع الاف الدولارات دي يدفع لنا احنا الفلوس ديت، وده كان عندنا هي في نقطتين رضا من طرف غير ما نقطعش هنا، وهي موضوع الركن او التحسين زي ما حضرتك قلت، احنا بنسعى دلوقتي ان احنا وعدلنا زمن التاشيره اللي انت تاخد بدل ما كنت بتيجي وتمشي الناس في 3 شهور، لا ده انت تقعد 12 شهر وتقدر بعد كده نعمل درجات برامج للمراين اليهود وتدرج مصر تقعد زي ما انت عايز، لان ده نوع من انواع الجذب. النقطه الثانيه ويمكن دي كان اثرها بالتحديد المهندس سميع سويرس عشان مارينا الجونه بتاعتهم، دي مارينا محليه حتى الان بيتردد عليها عدد كبير جدا من اليهود. هو كان عايز يدخل المراين المحليه برضه على المنصه، فاحنا قلنا يصعب الاثنين يبقوا على منصه واحده، احنا هنعمل منصه اخرى، ويا ريت اللي عنده مارينا محليه ما يقدم، وطالما هي بتستوفي الشروط تبقى مارينا دوليه تخش على المنصه. لكن ايضا احنا هنعمل دلوقتي محمد الحقي اجراءات لانشاء منصه اخرى للمراين المحليه. اتفضل يا باشمهندس. طبعا خلاص وهنيجي عندك، هنيجي حاجه عندك. في جزئيه برضه يعني انا يمكن عايز اتطرق